سيدنا هو اللي طرح هذه الفكرة على أساس خصنا نشوفوا شكون هاد الفنانة اللي عندنا في المغرب وتندار لهم ديك البطاقة. وكما كتعرفوا بأن سيدنا راه يعني لما صوبوا هاد البطاقة الفنية راه عطاها لهم في قبة البرلمان، كانوا حاضرين بعض الفنانين اللي قدموا لهم ديك البطاقة على أساس أنها فيها امتيازات في النقابة ديال الفنانين ولا فايدة فيهم. وكاش كيعيطوا لك هاد النقابة ديال الفنانين؟ كيعيطوا لك من العام للعام. تبارك الله عليك، كيف راك؟ كلشي بخير، الله يبارك فيك، بارك الله. سنة سعيدة، شكرا. الميدان الفني ما عندو حتى علاقة بالميدان الفني، وبقاو عندو بطاقة فنان. فهذا حدادو مشكل. هادو الناس كيقلبوا على شي مصالح شخصية ديالهم، خصهم يبانوا، خصهم هذا حرام، حرام هاد الشيء. ما واش كدير الخير ولا كدير التسول؟ فكيقول لك احنا واحد المثال كنقول دير الخير ونساه، ما تعرفش فوقاش تلقاه. اما باش نمشي انا للجبل ولا نمشي عند الناس ونعطيهم القفف فيهم السكر والزيت ندير فيهم التصاور ديالي، اش من هدف عندك في هذا الشيء؟ عندك شي حاجه مور هذا؟ انا سامباري، انا انسان جاهل. هذا اللي كيدير هذا الشيء حشومه. ما وصلناش لهذا الشيء باش نمشيو نبقاو انسان فقير ونزيدو عاد نكملوا عليه. وحشومه هذا وعار، والله يهديهم هاد الناس، الله يهديهم. قال لك الجهل عار، هذا هو الانسان اللي كيكون جاهل، ما عندك ما دير له. هذا الشيء اللي كاين. فنتمناو ما يديروهاش بعض الفنانين اخرين. فانا عمر ما رفضت عمل جمعوي، كنحضر فيهم وكان نمد يد المساعدة اللي كنقدر عليها. أما باش كندير بها الطريقة ديال القفة والتصويرة ديالي ونمشي للجبل ونمشي مثال عند دوك المساكين اللي ما فحالهمش ونبقى نتصور معاهم عطيهم الزيت والسكر وندير التصويرة ديالي، هذه حرام. هذا الشيء راه ما كيتقبلها حتى شي واحد. فالله يهديهم هذا الشيء اللي كاين. كتعتبر أن الحب تخبئة، وانت كتعرف انت سبق لك تغنيتي بتيمات كبيره اللي من بينها تيمه الحب، تيمه ديال المهجر، المهمه. كيفاش كتشوف الفنان اللي كيبان لي ان الحب تخربيقه؟ كيفاش كيقولوا الفن تخربيقه؟ الحب تخربيقه. الحب تخربيقه، وهذا ما كيفهمش بعدا في الحب. هو الاول الحب راه فيه بزاف الحوايج، راه ماشي حب حب يعني حبيبه، حب الام، الام على الانسان اللي كيحب عاودك الام ديالو، حب الوطن، حب البلاد. راه ماشي كيعنيش ان الحب كتقصد ديما ان عندك حبيبه كتحبها، نو. حب الوطن، حب الام، حب العائله، حب يكون عندك صديق كتبغيه. هذا فهاد الانسان هذا اللي كيدير هذا الشيء وكيعتبر راسو فنان، انا بالنسبه لي هذا متطفل على الميدان، ومن الاحسن يمشي يشوف شي حرفه اخرى، لان الفن بزاف عليه والحب بزاف عليه. هذا الشيء اللي كنقول انايا. التخربيق هو اللي راه كيغنيه، هذا اللي كيقول لي الحب تخربيق. هذاك الغناء اللي كنت كتغني وهذوك الكلمات راه هما التخربيق، ماشي الحب. الحب بزاف عليك وبعيد عليك الحب، وخصك تفهم ما معنى الحب، هذا هو المقصود. غادي نقول لك، شوف، المرض ولا الموت حتى واحد ما غادي تخطاه. قدر من غدا الانسان يمرض او غدا يموت، حتى واحد ما ضامن راسو غادي يعيش منها الغدا. هذوك الناس اللي كيركبوا على هذا الحادث كيشوفوا واحد الانسان مريض يبغوا يستغلوا المرض ديالو المسائل الشخصيه ليهم، فنظن هاد الناس ما عندها مبادئ، ما عندها كرامه. هو ميمون مسكين مشى لدار البقاء، تلاقى مع مولاه، وانتم اش ربحتوا؟ واش ربحتوا؟ درتوا حفل مهزله، ماشي حفل، هذاك مهزله ديال حفل المسرح كيهز 1000 ولا شحال ديال التذاكر، 160 تذكره اللي دخلت. هذه ماشي مهزله. النص ديال الفنانين اللي اعلنتوا عليهم في هذا في الملصق ما كاينينش، يلا شي 4 ولا 5. فالله يهديهم، الله يهديهم ويعطيو قيمة للفنان المغربي، ما يبقاوش يردوا الفنان مهزلة، الله يخليهم. ونتمناو
الرحمه والمغفره لخويا ميمون هادشي اللي كان طلب. ولا بروف ان شوف انا ما كنتش هنا، انا كنت خارج المغرب لما توفى مسكين ميمون، كنت خارج المغرب انا، كنت ديما على تواصل معاه بالتليفون. يومين قبل ما يتوفى هضرت معاه. شوف هي الجنازه ديالو اللي توفى، واش شي فنان حضر في الجنازه ديال كثر عندنا النفاق وكثر عندنا الكذوب. والله يهدي ما خلق هادشي اللي كاين. على ذكر الاسماء ديالهم كذلك خويا ميمون، ان المشاركه ديالي في الحفل اوكي، درت الفيديو رسلته لهم هذا على اساس ان نشارك معهم في الحفل، الا كان تفاجئ من بعد ان هذيك كما قلت لكم لافيش فيها شي 60,000 فنان ودايرين تذكره 100 درهم 150 درهم، فانا رفضت ان نشارك انا بذاك الحفل لان ميمون ما يسواش ذاك الثمن ولينا كنسعوا. المهم اتصلت بهم واعلنت الانسحاب ديالي من هذاك الحفل، الا ان لما اعلنت الانسحاب انا ضجه علاش انسحبت، فتفاجات ان تقريبا واحد 40 ولا 50 صحفي اللي اتصلوا بيا في التليفون كيسولوني علاش الانسحاب. فجاوبت الاول الثاني الثالث، ومن بعد بقيت كنقول هاد الاعلام ولاو كيقلبوا، الا درت شي مصيبه عادي يقلبوا عليك. وثانيا انا الرد ديالي على هذا التخربيقه ولا هاد الاغاني اللي كتوسخ السمعه ديال الفن المغربي، انا عندي رد واحد هو يا حسره على فن زمان من كان الشعر يقولوا غير فلان وفلان. شوف اليوم الفن كيف تبهدل، مو الكلام السوء سما راسو فنان، فهذا هو اللي رانا كنعيشوه اليوم. من ولا تعطل هذا الميدان الفني ولاو بكلام السوء ولاو كيسموا راسهم فنانين، فهذا هو الجواب على هذا التخربيقه كما قلت. الميدان الفني اللي كنفهم فيه الصحافي ماشي الاختصاص ديالي، تباركوا اولا. اختصاص دوينا قلنا على الاختصاص ما اختصش في الرياضه، ولكن ملي كيتكلم في الرياضه كنلقاو على اننا كنقراو كتاب، كنقراو موسوعه تاريخ ديال الرياضه في الاحداث القريبه والبعيده والاشياء التقنيه ديالو كيف فصل الاشياء بواحد التفصيل مدهش. يعني ما حنا كنصنتو ليه في الاذاعات اللي هو كيدوز فيهم. واش انت كتجلس على كرسي الشمس كيجيك واحد منظل كيوقف حداك هاز لك النظر حتى ما يضربش راسك ما تشوفش. الوقت اللي كتبغي تخدم كيقول لك اش من نوع ديال الماء كتشرب، شوف الديتاي ديال الانتاجات. كنشرب الماء الروبيني ولا الواد ولا واحد الماركه. هذا شرف الله ينورك الاستاذ ديالنا. شكرا للعالي للصحافة.